القرآن. سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سورة الضحى. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 93 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت بهذا الاسم لاستهلالها بالقسم بالضحى. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 11 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 11، عدد الكلمات 40، عدد الحروف 164. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 11، المنسوخة لا توجد. مواضيعها. كان من أسباب نزول السورة الكريمة أن المشركين وبعد أن علموا بتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أشعوا أن الله سبحانه وتعالى قد نزع النبوة عنه، فنزلت السورة تدحض مزاعمهم. افتتحت آياتها قسما بالضحى والليل، والضحى هو ارتفاع شمس النهار، ثم جاء بعده التبشير بالعطاء حتى الرضا. ذكرت الآيات التالية النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه في الصغر من يتم وفقر، وكيف أن الله سبحانه قد أحاطه بعنايته. ثم اختتمت السورة بوصايا ثلاث جئنا بصيغة الأمر والنهي: لا تقهر اليتيم، ولا تنهر السائل، وحدث الناس بنعمة الله.